مساء الخير يا شباب، الاخبار النهارده هنشرح التشارتين. اخر محاضره معانا هنتكلم في اول جزء منها على الاليبتيك كيرف، والجزء الثاني هنتكلم على الهاشنج الجوريزمز وتحديدا الام دي 5. هو بس ترتيب المحاضره مش احسن حاجه، فاحنا هنسكيب الجزء ده وهنبقى نرجع له، وممكن نسكيب شويه حاجات هو بس عشان الترتيب بس مش احسن حاجه. طيب ليه ظهر الاليبتيك كيرف؟ ما انا كان يكفيني شغل بالار اس اي اللي اتكلمنا عنه المحاضره اللي فاتت، اللي هو كان عباره عن الجوريزم معتمد على ماثيماتيكال فانكشنز، وكان بيستغل حته ان هو بيتشوز لارج برايم نمبرز في الكالكوليشنز بتاعته. في وقت من الاوقات، او ايه الاتاكس اللي كانت بتحصل عليه؟ ان هو كانوا بيحاولوا يعملوا فاكتورايزنج لاي ستيب من الستيبس اللي هو كان شغال بيها. فعليا ما حصلش اي بريك للالجوريزم، ولكن في وقت من الاوقات الار اس اي ده هيبقى اوت اوف ديت، يعني محتاج بقى هبدله، عشان كده ظهر الاليبتيك كيرف. طيب الحاجه الثانيه ان الار اس اي كان بيبقى بطيء حبه، لما انت كنت بتختار كي سايز كبير جدا الالجوريزم كان بياخد وقت في ان هو يعمل انكريبشن وديكريبشن، فدي برضو كانت مشكله تانية. عشان كده لجأنا ليه للاليبتيك كيرف، وده مش معناه ان الار اس اي مش شغال لحد دلوقتي والديفي هيلمان وبقيه الالجوريزم مش شغال لحد دلوقتي، لا هو شغالين بس بجانب الاليبتيك كيرف. طيب ايه هو بقى الاليبتيك كيرف ده؟ هو برضو عباره عن بابليك كي انكريبشن تكنيك. طيب بيزد على الاليبتيك كيرف ثيوري اللي هندرسها كمان شويه، هو نوع زي حاجه او فرع من الماثماتكس هنتكلم عليه كمان شويه. فعشان كده لجأنا للاليبتيك كيرف. هو برضو الاليبتيك كيرف ده عباره عن الترناتيف للار اس اي، يعني شغال زيه بس هو اسرع. ليه اسرع؟ لانه بيشتغل بكي سايز اقل بكتير من الار اس اي، وفي نفس الوقت بيدي سيكيورتي اللي بيديها الار اس اي، يعني نسبه وتناسب، فالموضوع افيشنت اكتر واحسن. تمام، ده كده كان بالنسبه مقارنه سريعه ما بين الار اس اي والاليبتيك كيرف، وفهمنا يعني ايه الاليبتيك كيرف. بالنسبه للاليبتيك كيرف ده، هو مش ما بيبقاش عباره عن دايره او حاجه، لا هو عباره عن بيبقى كيرف سيمتريك حوالين الاكس اكسس، كيرف سيمتريك حوالين الاكس اكس. طيب عشان ارسم الاليبتيك كيرف عايز محتاج ابص على الايكويشن. طيب الايكويشن اهي، بس عشان الترتيب مش احسن حاجه، الايكويشن اهي واي سكوير بتساوي اكس كيوب بلس اي اكس بلس بي. فلو انا عايز ارسم الاليبتيك كيرف محتاج اعوض مكان الاي والبي بقيم معين، فعوض عنهم في اول مره بسالب واحد وصفر، راح رسم له الكيرف بالشكل ده. الرسمه الثانيه لما راح اعوض بيه سالب واحد وواحد رسم الكيرف بالشكل ده. الاثنين دول عباره عن الليبتيك كيرف. ماشي، وقلنا ان هو لازم يبقى سيمتريك حوالين الاكس اكس، ده سيمتريك اهو، وفي نفس الوقت ده سيمتريك اهو، لو انا شديت اللاين كده ده سيمتريك فوق وتحت. ده كده كام بالنسبه للليبتيك كيرف؟ يبقى تاني هو المفروض يبقى سيمتريك حوالين الاكس اكس. طيب خلينا ندردش شويه في الاول قبل ما نتعمق في موضوع الليبتيك كيرف. في كام حاجه هنتفق عليهم. لو انا بقولت لك انا عاوز ابص على التانجنت بتاع بوينت، ايه التانجنت اللي هو المماس، يعني لو انا دي بوينت بي مختارها ايا يكن البوينت ايه، التانجنت بتاعها بيعدي بتو بوينتس على الاليبتيك كيرف، بيعدي جاست تو بوينتس، فهو من قدامك اهو كان البوينت دي والبوينت دي. ده كده كام بالنسبه للبوينت بي، يعني لو رسمت التانجنت البوينت، التانجنت هي انترسكت مع الكيرف في جاست 2 بوينتس. جميل، ده كده كام بالنسبه لاول حته. طيب لو في 2 بوينتس هنا وهنا، اللاين اللي هيوصل ما بينه بينترسكت مع 3 بوينتس من الكيرف، وهو باين من الرسمه، يعني اللاين هينترسكت مع 3 بوينتس من الكيرف. ماشي، طيب لو رسمت لاين بيربنديكولار كده او فيرتيكال كده على الرسمه بالشكل ده، بينترسكت الجراف او بينترسكت الرسمه عندي في 2 بوينتس او 3 بوينتس، اللي هي ثالث بوينت دي بنقول عليها انفينيتي بوينت، بس مش هنتكلم عنها دلوقتي، خلينا نقول ان هم 2 بوينتس اللي هي النقطه دي والنقطه دي. ماشي خلاص، دردشنا شويه، نبتدي بقى في الكلام. احنا خلاص خدنا الايكويشن بتاعته. علشان اقول ان ده سنجولار او نون سنجولار، في كونديشن تاني لازم يتحقق، اللي هو الكونديشن ده اختيار الاي والبي. يعني لو اخترت الاي والبي وما سووش الزيرو، يعني الايكويشن دي اتحققت، دي بنقول عليها نون سنجولر،
يعني ايه نون سنجولار؟ نون سنجولار يعني الكيرف بتاعي ما يبقاش فيه فيرتكس، يعني ما يبقاش فيه انجل كده، او يبقى فيه سيلف انترسكشن بوينت، يعني الكيرف راح لف تاني وراح بقى فيه انترسكشن بوينت، راح الكيرف لف على نفسه، ده ما يحصلش، ده معنى كلمه نون سنجولار. طيب لو الكونديشن ده ما اتحققش، يعني الكلام ده بقى ساوى زيرو، ده بنقول عليه سنجولار. طيب هل انا عاوز يبقى سنجولار ولا نون سنجولار؟ لا، انا عايزه يبقى سنجولار. ليه سنجولار؟ عشان النون سنجولار سوري انا عاوزه نون سنجولار مش سنجولار. ليه مش سنجولار؟ علشان الفيرتكس دي او الانترسكشن لوب دي بتعمل لي مشاكل في الاليبتيك كيرف عندي، او بتعمل لي مشاكل في الالجوريزم اللي انا شغال بيه، عشان كده انا شغال نون سنجولار. جميل، هنا هو زي ما هو بيوريك الرسمه، هو بس بيختار فاليوز للاي والبي، عمال يختار اي وبي اي وبي اي وبي، عمال يغير في شكل الكيرف. ولو خدت بالك ان انت لو رسمت ده كده الاكس اكسس برضه هيبقى سيمتريك حوالين الاكس اكسس. السنجولار الليبتيك كيرف بقى قلت زي ما فهمتك ان هو هيحقق الايكويشن ده، بيقول عليه سنجولار الليبتيك كيرف، يعني المفروض هيبقى فيه يا اما فيرتكس او سيلف انترسكشن بوينت اللي انا اصلا مش عاوزه. ماشي، وزي ما بيقول لك اهو ان الحاجه اللي انا ببقى محتاجها هو انه يبقى نون سنجولار، يعني ما يبقاش فيه شارب بوينتس او سيلف انترسكشنز، دول انا مش محتاجهم عشان دول بيعملوا لي مشكله في الماثيماتيكال اوبريشنز اللي انا شغال بيها على الكيرف بتاعي. تمام، وحاجه كمان هكلمك عليها، احنا شغالين ابيليان جروب، او الست اللي انا شغال عليها دي عباره عن ابيليان جروب. لو نفتكر بقى الابيليان جروب كان بيحقق ايه، هو الابيليان جروب، تعال ننزل بس عشان ايه هو الترتيب بس مش احسن حاجه بتاع السلايدز. لو نفتكر بقى ايه هو الابيليان جروب، كان لازم يحقق لي 5 كونديشنز. ايه الفايف كونديشنز؟ الكلوجر، لو انا بتكلم على اي ست اوف جي لازم يبقى كلوجر، يعني اي اوبريشن تحصل جوه لازم تبقى كلوزد على نفسها. طيب الاسوسيتيف دي لو عملت دول بلس او دول بلس مش هتفرق. تالت حاجه الايدنتيتي اليمنت، ان لازم الست اللي انا مختارها دي تبقى فيها ايدنتيتي اليمنت، يعني لو جمعت اي رقم على الايدنتيتي اليمنت ده هيديني نفس الاليمنت. رابع حاجه هو ان يبقى الست دي فيها انفرس، يعني مجموعهم يديني زيرو. خلي بالك احنا شغالين اندر اديشن. طيب عشان اقول على حاجه بقى ان هي ابيليان جروب، كان لازم احقق لي الشرط الخامس اللي هي كوميوتيتيفيتي، اللي هو اي بلس بي بيساوي البي بلس اي. ده كده كان بالنسبه لي الابيليان جروب، احنا شغالين ابيليان جروب. تمام، هل ده بقى الليبتيك كيرف؟ لا، ده عامل لي فيرتكس او عامل لي شارب بوينت كده. طب هل ده الليبتيك كيرف؟ لا، في هنا سيلف انترسكشن بوينت، فلا ده الليبتيك كيرف ولا ده الليبتيك كيرف، انا مش محتاج التو كيرفز دول في حاجه او نون فاليد. يعني هنا بيوريك بقى لو انا اخترت اي بوينت، البوينت اللي انا هختارها لو رسمت المفروض بقى لو هتكلم بقى على التانجنت اللي هو المماس، المفروض هيعدي جاست تو بوينتس اللي هي البوينت دي والبوينت دي. وهنا بيوريك لو رسم اللاين بالشكل ده برضه هيعدي بتو بوينتس. تمام، الرسمه دي مش هنفهمها دلوقتي، هنفهمها كمان شويه، هنبقى نرجع لها تاني. هنا هيكلمك على لو هو اختار بوينت على الاليبتيك كيرف. الاليبتيك كيرف بتاعي بعمل عليه اوبريشنز معينه. يعني ايه الاوبريشنز؟ يعني لو رجعت الاليبتيك كيرف بتاعي المفروض في اوبريشنز بتحصل على الاليبتيك كيرف. ايه الاوبريشنز؟ في اديشن ومالتيبليكيشن او دبلينج. اديشن ان انا بحاول اجمع تو بوينتس. طيب مالتيبليكيشن ان انا بحاول املتيبلاي بوينت في نفسها. ماشي، ده بالنسبه للاوبريشنز اللي بتحصل على الاليبتيك كيرف. طيب دلوقتي الاليبتيك كيرف، انا دلوقتي عمال بتقول لي بختار بوينتس، طيب انا اختار لي بوينتس على الاليبتيك كيرف. الاليبتيك كيرف مش زي بقيه الالجوريزم، يعني الالجوريزمز اللي فاتت كانت عباره عن ماثيماتيكال فانكشنز او سبستيتيوشن فانكشنز، صح؟ يعني انت مثلا لو كان مثلا 1 2 3 4، فالواحد ده كان بيبقى الكورسبوندنج ليه ايه؟ الاثنين مثلا اف، الثلاثه سي، الاربعه دي، فده كان يعتبر السايفر، صح. طب هنا لا، هنا الانكريبشن بيحصل على مستوى البوينتس، والديكريبشن نفس الكلام، الديكريبشن والانكريبشن بيحصل على مستوى
البوينتس. يعني مثلا لو دول 3 بوينتس بالشكل ده، فالانكريبشن مثلا الانكريبشن بتاعهم هنا وهنا وهنا، فدول الانكريبشن بوينتس اللي هم دول كانوا بالنسبة للثلاثة دول. ماشي، ده كده كان بالنسبة للانكريبشن والديكريبشن. وزي ما فهمتك ان الاوبريشنز اللي بتحصل هي الاديشن والدبلنج او المالتيبليكيشن. فدي مش هنفهمها دلوقتي، هنسيبها. ودي بس بيوريك الكالكوليشنز ازاي اتحسبت، برضو مش دي مش هنقولها دلوقتي، خلينا ننزل عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. هنا لو انا بتكلم على الجروب على الاليبتيك كيرف، يعني احنا خلاص فاهمين الجروب على مستوى الست. طب على المستوى الاليبتيك كيرف بتاعي الجروب بيبقى عامل ازاي؟ في سم كونديشنز برضو بتتحقق. ايه الكونديشنز؟ ان الاليمنتس اوف جروب ار بوينتس على الاليبتيك كيرف ذات نفسه. يعني تختار لي، لازم عشان تقول ان في جروب لازم البوينتس اللي انت بتختارها تبقى موجوده على الكيرف. يعني مش بوينت موجوده هنا او بوينت موجوده هنا، ده مش موجود على الكيرف. ده بالنسبه لاول بروبرتي. تاني بروبرتي، الايدنتيتي ايليمنت از ا بوينت ات انفينيتي. زي ما فهمتك في الاول بيبقى بوينت ات انفينيتي، يعني سيبها هنفهمها كمان شويه مش دلوقتي. طيب تالت بوينت، الانفرس اوف بوينت هو برضو بوينت ولكن معكوس حوالين الاكس اكسس. يعني بالمنطق كده انا لو عايز الانفرس بتاع دي، فين الانفرس بتاعها؟ اهو البوينت دي. تمام. رابع نقطة واللي هنقف عندها حبتين، الاديشن. الاديشن بيحصل ازاي؟ لو انا عندي 3 بوينتس، عندي 3 بوينتس اللي هي البوينت دي والبوينت دي والبوينت دي، انا عاوز اعمل لهم اديشن. يعني ما تاخدش في اعتبارك الترتيب، انا عايز بس اشوف الاديشن هيمشي ازاي. فلو انا عاوز اجيب او او الثلاثه بوينتس دول لو هم بالشكل ده كده الاين، يعني المفروض ان الصم بتاعهم بزيرو، صح؟ لان دول ثلاث نقط على خط مستقيم، فالمفروض لما اجمعهم هيديني زيرو، يعني معنى كده ان هم الايند بالشكل ده. ماشي، فدول اللي كانوا الفور بوينتس اللي انا شغال على الاليبتيك كيرف علشان. ماشي، نرجع بقى هنا. انا دلوقتي انت قلت لي ان انا الاليبتيك كيرف بتاعي شغال عليه اديشن ومالتيبليكيشن او دبلنج. طيب الاديشن بيتم ازاي؟ تعالوا نفهمه كده واحده واحده. الاديشن لو انا عاوز اجمع بي وكيو، المفروض الجمع بتاعهم لو هنفتكر بقى مع بعض، المفروض ان هو البوينت التالتة تبقى على الاليبتيك كيرف. ماشي، يبقى انا المفروض اخد بوينت هنا مثلا. طب هل ده اللي بيبقى السمشن بتاعهم؟ لا، السمشن بتاعهم بيبقى ده. تقول لي ليه؟ هقول لك انا. مش التلاتة دول على خط مستقيم؟ يعني البي بلس الكيو بلس الار، الكلام ده هيساوي زيرو، صح؟ يعني لو انا عاوز اجيب المجموع بتاع بي بلس كيو، بي بلس كيو ده كده بالشكل ده، المفروض الكلام ده هيساوي نيجاتيف ار، يعني الانفرس بتاع الار. يبقى المفروض عشان اجمع بوينت دي وبوينت دي تاخدها بقى قاعده ثابته، هتجيب بوينت ثالثه اللي هي هنا مثلا وتاخد الانفرس بتاعها على طول. يبقى انت كده جبت الاديشن في للتو بوينتس دول على الاليبتيك كيرف. ولازم زي ما هفكرك ان البوينت او الانفرس بتاعها لازم تبقى على الاليبتيك كيرف، يعني من النقطه ما تبقاش هنا او هنا. تمام. تمام، ده كده كان بالنسبه للاديشن على مستوى الاليبتيك كيرف بتاعي. فهو بس هيقول لك لو انا جيت رسمت لاين هنا على البي والكيو دول، المفروض ان المفروض هيانترسكت 3 بوينتس، الكلام اللي قلناه فوق. هنا عايز اشوف بي وكيو هينترسكت اول حاجه 3 بوينت، البوينت اللي هي ار دي هاخد الانفرس بتاعها، يبقى انا كده جبت السمشن بتاع البي والكيو. ده كده كام بالنسبه لي ازاي اجمع 2 بوينتس. طيب الجمع بقى ليه 3 كيسز. ايه هما 3 كيسز؟ ان انت بتجمع 2 بوينتس ليهم او الاكس كوردنتس بتاعتهم مش متساوي. الحاله الثانيه ان انا بجمع اكس او الحاله الثانيه يعني ان الاكس كوردينيتس متساويه والواي 1 بيساوي واي 2. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني من الاخر ان البوينتس دول، البوينت الاولانيه والبوينت الثانيه دول انفرس لبعض. يعني لو ده الاليبتيك كيرف بتاعي بالشكل ده مثلا، يعني عاوز اجمع البوينت دي والبوينت دي، انا عاوز اشوف هجمعهم ازاي. طيب الثالثه اللي انا كانك بتقول بي بلس بي،
او بي او كان الناتج هيديك 2 بي اللي هو ايه برضو اللي هو كانه بقول دبلنج، صح كده؟ صح كده. طب تعال نشوف بقى كل كيس الاديشن بيتم فيها ازاي. نمسك اول كيس الاديشن بيتم فيها ازاي. المفروض ان انا عاوز احقق الايكويشن دي، ان انا لو جمعت البوينت الثانيه والاولى هيديني البوينت الثالثه. طيب البوينت الثالثه دي بقى هحسبها ازاي؟ بتتحسب برول معينه. ايه هي الرول؟ بقول لامدا سكوير، هقول لك ايه اللامدا دي كمان شويه. لامدا سكوير ماينس اكس 1 ماينس اكس 2. طيب وبعد كده واي 3 اللي هي الناتج اللي هنا هيساوي اللامدا بتاعتي في اكس 1 ماينس اكس 3 اللي انا حسبتها، وخد الكلام ده ماينس واي 1. طيب اللامدا دي عباره عن ايه؟ مش دول 2 بوينتس مختلفين؟ يعني 2 بوينتس مش فيرتيكال او مش انفرس لبعض، يعتبر 2 بوينتس موجودين، يعني مثلا دي بوينت هنا ودي بوينت هنا، فانت محتاج تجيب السلوب. فاللاندا ساعتها في الحاله دي هتساوي السلوب بتاع ال 2 بوينتس. طب السلوب فكرني كان بيجي ازاي؟ اللي هو فرق الوايات على فرق الاكسات، يبقى واي 2 ماينس واي 1 او واي 1 مش هتفرق، بس اللي تبتدي بيه تحت تبتدي بيه فوق، و على اكس 2 ماينس اكس 1. ده علشان احسب البوينت الثالثه. يبقى انا كان هنا تاني انا بديك 2 بوينتس ونفترض بي وكيو، البي والكيو دول ليهم كوردينتس اللي هي مثلا اكس بتاعت بي وواي بتاعت بي، وهنا دي ليها الاكس بتاعت كيو والواي بتاعت كيو، فانا بحاول اشوف البوينت الثالثه اللي هتبقى الريزلت بتاع دول. طيب الكيس الثانيه بقى ان التو بوينتس دول كانوا فيرتيكال. لو تفتكر كنت بقول لك ان السمشن بتاعهم او البوينت الثالثه كان عباره عن البوينت اوف انفينيتي، البوينت اوف انفينيتي، لان اللاين بتاعهم هيبقى شكل فيرتيكال، صح؟ صح كده. فهو بيقول لك في الكيس ان هم الاكسات متساويه والوايات انفرسال بعض، اكس 1 واكس عشان اجمعها مع او البوينت الاولانيه مع البوينت الثانيه عشان تديني البوينت الثالثه. فالكلام ده هيتحقق امتى؟ لما هيبقى التو بوينتس دول بيبقى في حاجه اسمها الانفينيتي بوينت، ماشي؟ وان هو ان انت ايه الانفينيتي بوينت دول؟ ان انت الاكس والاكس هتجمعهم مع بعض عادي خالص، لان الاكس هو نفس الاكس، افترض 2 و2 كنت بتجمع تقول 4 وهيديك 4 و0 اللي هو الانفينيتي بوينت، ماشي؟ ماشي. طيب اخر حاجه، لو انت بتحاول تجمع البوينت على نفسها، يعني الاليبتيك كيرف كان بالشكل ده والبوينت دي عاوز اجمعها على نفسها، اللي هيختلف ايه؟ اللي هيختلف اللمدة، طريقة حساب اللمدة، لكن الـ X3 والـ Y3 ثابتة. طيب اللمدة هتتحسب ازاي؟ هتاخد الـ X1 اللي هي موجودة هنا، هتاخدها سكوير وتضربها في 3 بلس ايه، وتاخد الريزلت من هنا تقسمها على 2 Y1، ماشي؟ فدي بالنسبة للرول بتاعت اللمدة، وترجع بقى تحسب X3 و Y3. ده كده كان بالنسبه لي الثري كيسز بتوع الاديشن اللي بتتم على مستوى الليبتيك كيرف بتاعي. طيب نرجع بقى للجزء اللي هو فكسنا له في الاول، اللي هو الجزء ده ايه الكوادراتيك ريسايتس ده. انا بدور على اكس سكوير بتساوي او كونكرنت لي سي مود بي. يعني ايه؟ مش فاهم. تعال نبص كده على الفاليوز دي كده، اللي هو الايه بواحد واثنين وثلاثة واربعة، من واحد مثلا لحد عشر، ماشي؟ على افتراض طبعا ان البي ب 11، فانا بقول انا بدور على الفاليوز من واحد لحد عشر اللي هو حد بي ماينس 1، ماشي؟ يبقى الحد من واحد لعشر. ايه اللي بيحصل؟ فانا بشوف الايكويشن دي، بص معايا كده، لو انا حسبت اي سكوير اللي هو واحد سكوير مود 11 بواحد، طيب 2 2 اس 2 ب 4، 4 مود 11 ب 4، 3 اس 2 ب 9 مود 11 ب 11، 5. لو شديت بقى لاين هنا هتلاقي الفاليوز دي بتتكرر تاني، بتتكرر تاني. طيب فهمت الكلام ده؟ وفهمت ان انا ببقى بدور على اكس سكوير كونكرنت موديول سي مود بي، تمام؟ ثبت الكلام ده في مخك، هو هيعيد بس نفس الكلام هنا، ثبت الكلام ده في مخك، ماشي؟ نرجع للسلايدز بتاعتنا. انا دلوقتي ببقى الاليبتيك كيرف بتاعي بيبقى شغال على مود بي، او بيبقى شغال على اندر جاليوس فيلد معين، ماشي؟ طب الايكويشن هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عامله بالشكل ده. ده الفكر، الشكل ده بيفكرك بمين؟ اللي هو كان اكس سكوير كونكرنت موديول سي مود بي. طب ما هو دي زيها من الواي سكوير هنا اهي، ودي كلها هتطلع بفاليو اللي هنسميها سي،
ليه هتساوي مود بي. وقلنا ان الكلام ده المفروض في شرط كمان يتحقق على شرط الاليبتيك كيرف، ايه هو؟ ان كان الايكويشن دي تتحقق. ما ينفعش الكلام ده يساوي زيرو، بس المره دي ايه؟ المره دي مود بي فوق، احنا ما كنتش شغال مود بي، لا انا هنا دلوقتي شغال مود بي، لان هنا شغال الليبتيك كيرف اندر مودرن ارثماتيك، وبرده ان انت شغال ابيليان جروب. الكلام واضح ما فيهوش اي حاجه. نكمل. طيب التيبل ده جه منين؟ تعال نبص. انا في الاول عندي ايكويشن اهي، وبقول لك ان انت شغال اندر جاليوس فيلد 11، يعني انت عندك البي ب 11، يعني انت عاوز تعمل ايه؟ يعني انت عاوز تعمل الشكل ده اللي هو الاكس كيوب بلس اكس بلس 6، الكلام ده لما تاخده مود 11. طيب التيبل ده يعبر عن ايه؟ انا ببقى عاوز اشوف الفاليوز اللي موجوده على الاليبتيك كيرف. يعني ايه برضو؟ يعني انا مثلا عاوز اشوف لما الاكس مثلا بواحد في الحاله دي هل في واي قصادها؟ طب لو مفيش خلاص يبقى مفيش حاجه، او البوينت دي مش على الاليبتيك كيرف، او الاكس دي مفيش حاجه كورسبوندنج ليها على الاليبتيك كيرف بتاعي. طب مثلا لو دي ب2 ودي مثلا ب4، اه لا البوينت دي موجوده على الاليبتيك كيرف، وهكذا عمال اجرب 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 اجرب، صح كده؟ صح كده. طيب انا هجرب اكس لحد امتى؟ اكس لحد بي ماينس 1، يعني انت شغال 11 هنا يبقى تشتغل لحد بي ماينس 1 اللي هو لحد 10، فهتكتب الاكس فاليوز بتوعتك من 0 لحد 10. ماشي. طيب انا عايز اشوف بقى ايه هي الواي سكوير لما اخد لها مود بي، الكلام ده هيساوي الكلام اللي هنا. طيب تعال نبص الزيرو، تعال نبص كده واحده واحده. الزيرو معايا حطه في الايكويشن هنا هيديك 6 مود 11. طيب ال 6 مود 11 هنا موجوده هنا؟ لا. طب ايه يا عم الارقام اللي موجوده هنا دي؟ كل اللي عملته ان انا خدت الزيرو خدته سكوير مود بي، هنا الواحد مود واحد سكوير مود 11 اديتني 1 4 9 5 3، ولو تاخد بالك الارقام اتكررت من اول هنا. تمام. انا عايز اشوف بقى هل في اكس ليها واي ولا لا؟ حلو، يبقى هعوض مره الاكس هنا بزيرو، طلعت لي بست. طيب هل السته موجوده هنا؟ لا مش موجوده هنا، خلاص. طب نمسك الثمانيه، بعد ما عوضت خلاص الاكس بواحد طلعت لي الريزلت ب8، هل الثمانيه موجوده هنا؟ لا مفيش، يبقى مفيش بوينت، ملهاش واي، يبقى هنا ولا هنا. طيب الاثنين، 2 اس 2 ب 4، و4 زائد 6 ب 10 مود 11. طيب اديتني سوري احنا شغالين هنا في كيو، يبقى هنا 8 8 زائد 2 زائد 6، الكلام ده تاخد مود 11 هيديك 5. طب هل الخمسه موجوده هنا؟ اه موجوده هنا. موجوده عند مين؟ موجوده عند الاربعه وموجوده عند السبعه، يعني الخمسه دي موجوده هنا وهنا، يبقى تمام. يبقى الاكس بتاعتي لما كانت ب2 في بوينتس موجوده، اللي هم ايه؟ اللي هم البوينت 2 والبوينت 4 والنقطه الثانيه اللي هي 2 و7. النقطتين دول لو رسمت الاليبتيك كيرف بتاعي يبقى النقط دي موجوده على الاليبتيك كيرف. ماشي. هتكمل التيبل بنفس الطريقه، هتلاقي مثلا ان دي، تعال نقول دي كمان وهسيبك تكمل الباقي مع نفسك. طيب 3 اس 3 هنا لما هتعوض بيها طلعت لك ب3. طب هل ال3 موجوده هنا؟ اه موجوده عند الخمسه وموجوده عند الست، يعني لما الاكس بتاعتي ب3 والواي بتاعتي هتبقى موجوده ب5 او 3 و6، التو بوينتس دول موجودين على الاليبتيك كيرف بتاعي. ماشي. يبقى انا فهمت، او انا ازاي قدرت استنتج هل البوينتس دي هتبقى موجوده ولا لا على مستوى الاليبتيك كيرف اللي انا ببقى رسمه. لو لما هتكمل هتلاقي ان الفاليوز معاك طالعه بنفس الفاليوز الموجوده في التيبل. طيب نكمل. خلاص عرفنا ازاي قدرنا نشوف البوينتس اللي موجوده على الاليبتيك كيرف اللي موجوده من 1 لحد بي ماينس 1 او من 0 لحد بي ماينس 1. فكل ما الفاليو بتاعت البي بتختلف كل ما هيطلع معايا بوينتس اكتر موجوده على الاليبتيك كيرف بتاعي. ماشي. بعد الحساب ده هو المفروض بعد ما تحسب في الكام خطوه دول هيطلع معاك دول حوالي 12 بوينت. ال 12 دول طبعا هنضيف عليهم اللي هي الانفينيتي بوينت زي ما وريتك، يبقى انت كده معاك توتال 13 بوينت. بس هو بيوريك ازاي هيعمل جينيريشن للجروب، يعني هم 13 بوينت
ال 13 بوينت دول كل الموجودين على الكيرف بتاعي. هو بس هيقول لك ان الجروب اللي انت بتاعك ده هيبقى سايكليك. ليه سايكليك؟ المفروض لان الفاليوز هتتكرر تاني لو انت عديت اللي هو مود بي، اللي هو كان مود 11 في الحاله دي. لو انت عديت المود ده الارقام دي هترجع تتكرر تاني. فهو مثلا بيقول لك افترض ان الايه ب 2 و7، عشان بس يوريك في الكام خطوه دول ازاي هيقدر يشوف يعمل بقى اللي قلنا عليه من شويه، ان انا اعمل دبلنج للايه، اجمع الايه على بوينت تانيه وهكذا. طيب لو انا الايه عندي مثلا ب 2 و7، عاوز اشوف الدبلنج بتاعها. يعني ايه دبلنج؟ يعني كاني بجمع الايه بلس الايه. طيب ايه بلس ايه يعني ايه؟ يعني البوينت لو مثلا دي ب 2 و7 خلاص على نفس المثال، بلس 2 و7 المفروض دول كده هحسبهم بنفس الطريقه، ولكن اللي هيختلف اللمده. اللمده طريقه حساب اللمده ليه؟ لان الاكس هي الاكس والواي هي الواي، فدي كانت ايه كيس 3 اللي كنت بحسب فيها اللمده. طب اللمده كانت بتحسب ازاي؟ زي ما وريتك 3 اكس تربيع زائد ايه على 2 واي 1. تعمل الكلام ده وتاخده طبعا مود، المود اللي انت شغال بيه، انت شغال في الحاله دي مود 11، يعني انت الاديشن اندر مودولا اثماتيك، ما تنساش لما هتجمع وتاخد الكلام ده مود 11. فانت كده طلعت اللمده، تاخد اللمده تحسب بيها اكس 3 وتحسب بيها واي 3، هيطلع معاك ب 5 و2 ايا يكن الفاليوز اللي هتطلع، فيبقى دي الدبلنج بتاع البوينت وهكذا. طب عايز اشوف 3 ايه اللي هيحصل؟ يعني كاني بجمع ال 2 ايه زائد الاي، صح كده؟ طيب وال 2 ايه اللي انا لسه حاسبها من شويه اللي هي 5 و2، طيب والايه الاصليه عباره عن كانت ايه؟ كانت 2 و7. طب هل الاكس زي الاكس؟ لا. طب هل الواي زي الواي؟ لا. يبقى دي كانت ايه؟ كيس 1، كيس 1 اللي كنت بحسب فيها اللمده بالسلوب، وترجع بقى تحسب حسبتها. وما تنساش دايما ان انت شغال اندر مودرن ارثماتيك، يعني لما تيجي تحسب اللمده او اكس 3 او واي 3 بتاخد مود البي اللي انت شغال بيها، فاي ايا يكن البي اللي انت شغال بيها ايه. تمام. فهو بقى هيقعد يجنريت بقى كل البوينتس دي، فانت تقدر تبقى تجرب نفسك في كام بوينتس فيهم، الفاليوز يعني مش هتطلع مختلفه ولا حاجه. تمام. هنا مقارنة سريعة ما بين الديفي هيلمان اللي كنا شغالين بيه المحاضرة اللي فاتت، اللي هو كان بستعمله فيه الكي اكستشينج، والاليبتيك كيرف. طب ايه اللي كان بيحصل في الديفي هيلمان؟ كنا بجنريت اول حاجة بابليك كي وبروح ببعته للطرف الثاني، والطرف الثاني بيبعت لي نفس الكلام، بيجنريت بابليك كي وبيبعته لي. طيب البابليك كي ده كان بيتحسب ازاي؟ كان الفا، وبسميها بس هنا جي، كان الالفا باور البرايفت بتاعي اللي هو في اي نكون بقى الفاليو اللي انا مختارها ايه، اللي هي اصغر من كيو، ما ننساش اللي هي اصغر من كيو اللي هي اصغر من دي. تمام. ده كان اصغر من او خلاص اخترت الايه، فكنت برفع الالفا باور الاي دي واخد لها مود بي واروح بعتها الناحيه الثانيه، والطرف الثاني هيعمل نفس الحركه، الالفا باور البرايفت اللي هو اختاره عشان يبعت لي البي. طيب نيجي بنحسب الكي ازاي؟ الكي كان بيبقى البابليك اللي الراجل بعته لي، باور البرايفت بتاعي واخد المود بي، والطرف الثاني بيعمل نفس الحسبه علشان يجنريت الكي. وبالتالي الكي اللي مع ده هو الكي اللي مع ده، نقدر نستعمله في الترانسميشن والريسيف. ده كده كان بالنسبه للديفي هيلمان. طيب كان الاليبتيك كيرف بيبقى شغال ازاي؟ بيبقى شبهه برضه شويه. الطرف الثاني بيختار ايه؟ بيختار فاليو بي، بيضربها في البي ويروح باعتها لي برضه. هنا ايه؟ بتساوي الايه في البي، واروح تبعتها للطرف الثاني. بيجي بقى دور ان انا احسب الكي، وهنا يجي دور احسب الكي. الكي عباره عن ايه؟ البرايفت في البابليك اللي الراجل بعته لي، وهناك هو البرايفت بتاعي في الايه اللي الراجل بعتها لي. فيبقى برضو نفس الكي اللي هنا هي الكي اللي هنا، وبرضو نقدر نستعملها في ان احنا نبعت ونستقبل حاجات من بعض. ماشي. ده كده كان بالنسبه مقارنه سريعه ما بين. طيب بالنسبه لي الستبس كانت شغاله ازاي؟ احنا في الديفي هيلمان اخدنا الستبس بتاعته بالتحديد، اخدنا خلاص الديفي هيلمان كان شغال ازاي، ان هو بيتشوز ارقام في الاول كده،
الكيو كان بيختارها، وكان بيختار الالفا، ودول كانوا بيبقى بابليك لنون، وكنت بحسب البابليك كي، وانا كنت مختار برايفت كي في الاول، فكنت بعمل كالكوليشن بتاعتي بناء على الحاجات دي. هنا برضو بس بيعمل بيكلمك في ديتيلز اكتر، برضو هي نفس الفكره، ان انت بتعمل ايه من الاخر. يعني بيبقى عندك هنا بالنسبه مثلا لو الشخص اللي هو بي بيبقى عنده البي دي لرقم اي نكون، واللي بيضربها في البي ده كده هو عمل جينيريشن للبابليك كي. فهو بيعمل ايه بقى؟ بيروح بعته هناك خلاص، وبياخد البابليك كي بتاع الشخص اللي هناك، وده بيحسب من خلاله الكي اللي هو بيعتبر شيرد سيكريت. طيب بيعمل ايه؟ بيضرب البي اللي هو كان مختارها اصلا في البابليك. هو بس بيكلمك هنا في ديتيلز اكتر، ماشي. فهو بيقول لك في الاليبتيك كيرف وي مالتبلاي افيكسد اي سي بوينتس اللي هي بنسميها جي او الجنريتور بوينت. هو بيقول عليها جنريتور بوينت، اللي هو بيقول لك ان مثلا اللي هو البابليك كي بتاعك بيساوي الجنريتور بوينت دي باي انتجر كي. الكي دي بيعتبر البرايفت كي بتاعك، يبقى انا بضربها في البرايفت بتاعي، ماشي. عشان تجيب كده، انت بتجيب ايه كده؟ انت جبت البابليك كي، وتروح باعت البابليك كي ده للطرف التاني. الطرف التاني برضو يعمل لك نفس الحسابات ويروح باعت لك البابليك كي بتاعه، ماشي. فاحنا شغالين الليبتيك كيرف طبعا اوفر فاينايت فيلد، زي ما خلاص اوفر فاينايت فيلد اوف بي زي ما اتكلمنا. الجنريتور بوينت دي خلاص قلنا ان هي فيكسد كونستانت، بنقول عليها البيس بوينت بتاعت الليبتيك كيرف. الكي ده هو البرايفت كي عباره عن سم انتجر، البي ده عباره عن البابليك كي اللي هو على حاصل ضرب الاثنين دول، ماشي. وقلنا ان هي طبعا اسرع في الحسابات، لان انت جاست ان انت بتضرب الجي في الكي اللي هو البابليك عشان تحسب، تضرب الكي في الجي وتروح بعتها للطرف اللي هناك. وطبعا ده يعني طبعا انت بتضرب جاست بتضرب وبتروح تبعت هناك، يعني انت ما عملتش اكتر من كده، تمام. وبيقول لك بس باختيار الجوريزم او الليبتيك كيرف مالتيبليكيشن الجوريزم معين، الكلام ده بياخد لوج ان بيس 2 تايم. طيب انت بتقول لي ان انت البابليك عباره عن حاصل ضرب الكي في الجي، طيب والكي ده البرايفت صح؟ طب ما انا لو اتكر في النص بحاول اوصل للكي ده، مش ده ممكن يبقى عباره عن قسمه البي على الجي؟ تقول لي اه المفروض احسب حاجه زي كده بسرعه. قال لك لا، في الاليبتيك كيرف او ال 256 بت كيرفز او اكبر، ان انت تحسب الكي ده اكستريملي سلو، يعني عمليه بطيئه جدا عشان تحسب اللي هو البرايفت بمعلوميه البي والجي. الجي اللي هو قلنا اللي هو الجنريتور بوينت، والبي اللي هو البابليك كي، ماشي. فده احد مميزات الالجوريزم، ان انت مش سهل ان انت توصل للكي او البرايفت كي من خلال جاست ان انت بتعمل ديفايد، تمام. بوريك هنا البيتكوين، دي الايكويشن بتاعت الاليبتيك كيرف بتاعه اللي هو واي سكوير بيساوي اكس كيوب بلس 7، دي معادله الاليبتيك كيرف، وده اختيار البي باختيار بارقام معينه. فهو بيوريك ان هو نفس السكيورتي ليفل بتاع الار اس اي والديفي هيلمان، بس لو تاخد بالك بص السايز بتاع الكي ده 3072 اللي هو رقم هيوج. فبيوريك قوة الاليبتيك كيرف مضاهاة بالار اس اي والديفي هيلمان بروتوكولز، تمام. ده كده كده بالنسبة لأول جزء. طيب تاني جزء اللي هو الهاش الف، خلينا ندردش الأول شوية كده مع بعض عشان يعني نفهم يعني ايه هاش الجوريزم وايه فرقه ما بين الانكريبشن. الهاش ده عبارة عن وان واي فانكشن. يعني ايه وان واي فانكشن؟ الانكريبشن الانكريبشن كان ليها معكوس اللي هو عملية الديكريبشن صح؟ كان لو عملت ديكريبشن رجع للسايفر الاصلي. طيب الهاشنج لا، هو جاست عملية بتتعمل في وان واي، ملهاش معكوس. من الاخر ملهاش معكوس، يعني مثلا كلمة لاف بروح اعمل لها هاشنج، ولنفترض بالام دي 5 اللي هناخده كمان شوية، بيطلع لي فاليو. الفاليو دي مستحيل ارجع عشان اوصل لكلمه لاف، يعني العمليه ملهاش معكوس، ماشي. طيب بالنسبه للهاشنج الجوريزم اللي انا بستخدمه المفروض يحقق لي شويه حاجات. طيب ايه الحاجات دي؟ اول حاجه ما يبقاش فيه كوليجن. طيب يعني ايه كوليجن؟
يعني مثلا لو انا بانكريبت كلمه احمد، سوري، او بعمل هاشنج كلمه احمد، ومثلا بعمل هاشنج كلمه رامي، طيب الاثنين دول ده يطلع هاش وده يطلع هاش تاني خالص. طيب ايه الكوليجن؟ ان الاثنين دول على الرغم من هم مختلفين يطلعوا نفس الهاش، ده بنقول عليه كوليجن. يبقى انا محتاج ان الالجوريزم بتاعي يبقى كوليجن ريزيستنت، يعني ما بقاش فيه كوليجن. طيب تاني حاجه، ان يبقى الالجوريزم اللي انا بستخدمه irreversible. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش اروح اعمل هاشنج لكلمه رامي اطلع فاليو، مستحيل الفاليو اخدها اروح ارجع لكلمه رامي. المفروض الالجوريزم بتاعي ما يسمحش بحاجه زي كده. ده كده كان بالنسبه للهاشنج. طيب ايه الهاشنج بقى؟ الالجوريزمز في كتير جدا، في يعني زي ما نقول عشرات الالجوريزمات. في عندك الام دي 5، في الشا، والشا طبعا في منه كذا فيرجن، والام دي 5 ده كان جاي بعد ام دي 4. طيب اللي هنتكلم عليه النهارده اللي هو الام دي 5 وازاي شغال. زي ما بيكلمك هنا بيقول لك ان الهاش فانكشن دي لازم بتحقق كذا بروبرتي، هو مش هيتكلم عليهم هنا. المفروض ان انت في الاول عشان تقول ان الالجوريزم بتاعك سريع، ان انت تحسب بكل سهوله. لو انا اديتك فاليو اللي هي الاكس دي، سهل جدا ان انت تعمل لها هاشنج، سهل جدا ان انت تعمل لها هاشنج، ولكن صعب ان انت او مستحيل ان انت تريفرس العمليه. ده بالنسبه لي الهاشنج. طيب ايه كمان؟ المفروض الالجوريزم بتاعك بيطلع فيكسد سايز لينس. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا دي الهاش فانكشن بتاعتك، المفروض تاخد انبوت ايا يكن الانبوت السايز بتاعه قد ايه، بتطلع فيكسد سايز. يعني ولنفترض 128 بت، يعني انا مثلا دخلت لها خمس حروف تطلع 128 بت، طب دخلت لها 100 حرف تطلع 128 بت. يعني من الاخر المفروض ان هي بتطلع فيكسد بت لينس. طبعا بناء على الالجوريزم المستخدم اللينس ده بيختلف من الجوريزم للتاني. تمام كده فهمنا يعني ايه هاشنج، وفهمنا ان هو وان واي فانكشن ملهاش معكوس. طيب هناخد بقى الالجوريزم بتاع الام دي 5. طيب هو بس بيرجع يكلمك هنا اللي هو الريكويرمنتس بتاعه الهاشنج، ان هو في اول خطوه بيقول لك يبقى على اي سايز لاي مسج، ده في اول حاجه، بيبروديوس فيكسد اوتبوت او فيكسد لينس اوتبوت، ده برضه قلناه. المفروض يبقى ايزي ان انت تحسب الهاش للاكس، لكن انفيسبل تو جيت الاكس من الهاش نفسه. يعني لو انت معاك الهاش مستحيل ترجع لي المسج الاصليه. تمام. اخر رابع نقطه اللي هو الكوليجن ريزيستنت. يعني ايه كوليجن ريزيستنت؟ يعني ما فيش كلمتين في الدنيا يبقى ليهم نفس الهاش. يعني مثلا لو دي اكس ودي اكس داش، لو حسبت الهاش لكل واحده فيهم المفروض يطلع بفاليو مختلفه تماما عن التاني. طب لو طلعوا نفس الفاليو ده بنقول عليه كوليجن. وطبعا الالجوريزم بتاعه، الالجوريزم بتاعي مش عاوزه يبقى يحصل فيه كوليجن. تمام. هكلمك بقى على الام دي 5. الام دي 5 ده بيقول لك بياخد الانبوت مسج بيطلع 128 بت. اللي طالع ده بيقول عليه مسج دايجست، او بنقول عليه الهاش ايا يكن بقى المصطلح، بس هو بيطلع فيكسد سايز اللي هو 128 بت. تمام. طيب استخدامات الام دي 5 في الديجيتال سيجنتشر، وفهمنا يعني ايه ديجيتال سيجنتشر. وان واي انكريبشن زي ما فهمتك، قلت لك ان انت الفانكشن بتاعتك هتبقى وان واي، مستحيل تعكس العمليه. اخر حاجه ان هو بيقول لك ان انا بعمل استورج للانفورميشن اللي انا مش محتاج يحصل لها دي سايفرنج. مش شرط طبعا الام دي 5، هو بس بيكلمك في فكره الهاش. الهاش ان انت بتحاول مثلا تعمل هاشنج شويه حاجات، انت مش عايز بعد كده حد يجي يعمل لهم دي سايفرنج، لان احنا قلنا ان هو وان واي فانكشن. ماشي. ده كده كام بالنسبه لاستخدامات الام دي 5 اللي هو احد الهاشنج الجوريزمز. زي ما فهمتك الكوليجن، ايه هو الكوليجن؟ ان في كلمتين يبقى ليهم نفس الهاش. طيب خطوره حاجه زي كده ايه؟ انا قلت لك ان الهاشنج او الام دي 5 مثلا بستخدمه في الديجيتال سيجنتشر. طب يعني ايه ديجيتال سيجنتشر؟ يعني انا كنت بساين الراجل ده تمام ولا لا؟ صح صح، يعني كنت بضمن ان الحاجه برضو جاياني من الشخص اللي هو بيدعي عنه هو. طب انت دلوقتي لو انت في حاجتين، لو اكس دي واكس داش طلعوا نفس الهاشنج، يبقى ده بيهدد حته الديجيتال سيجنتشر. ماشي.
طبعا الام دي 5 معرض للكوليجنز، اصلا ما حدش بقى بيستخدم الام دي 5 دلوقتي، بقى بنستخدم الشا 256، الشا 512، ما حدش بيلجأ للام دي 5 لانه لقوا فيه فارنابيلتيز ان انت عرضه للكوليجنز. تمام. طيب لو انا عندي مثلا كان بيبقى دوكيمنت، انا كنت مثلا عاوز ابعته للطرف الثاني، انا مثلا رامي بيبعت هنا لايمان، بيبعت لها مثلا دوكيمنت. طيب الدوكيمنت ده محتاج رامي ان يقول ان، او ايمان محتاجه تتاكد ان الدوكيمنت فعليا جاي من رامي، محدش عدل فيه في النص. فكان بيحصل ايه؟ رامي ده كان بيبعت الفايل وكان بيبعت السيرتيفيكت بتاعته لايمان. ايمان تيجي تعمل ايه؟ بتيجي تعمل هاشنج للدوكيمنت اللي اتبعت ده وتقارنه باللي موجود في السيرتيفيكت. لو الاثنين بيماتش يبقى ده تمام، يبقى اوثنتيكيتد، رامي ده اوثنتيكيتد. طيب لو ما كانش تمام، يعني معنى كده حصل فيه التريشن في الدوكيمنت اللي مبعوث. تمام. فده كان برضو استخدام الهاشنج، وعرفنا ان الام دي 5 معرض للكوليجنز، عشان كده ما بقاش حد بيستخدم الام دي 5. طيب تفاصيل بقى بتاعت الالجوريزم ذات نفسه. الالجوريزم في الاول هو شغال بلوك سايفرنج. يعني ايه بلوك سايفرنج؟ يعني بيقسم البلين تكست بلوكس وبيعمل انكريبت، او سوري هاشنج على مستوى البلوكس دي. ماشي. طيب البلين تكست ده ممكن يفت في بلوك او تو بلوكس او ثري بلوكس براحتك. طيب هو بيعمل ايه بقى؟ هو بياخد البلوكايه ب 512 بت، يعني السايز بتاع البلوكايه الواحده 512 بت. طب ال 512 دول بيتقسموا ازاي؟ بيتقسموا 64 بت لللينس بتاع البلوك، ماشي، و448 بت ده الباقي. ماشي. يعني مثلا البين تكست مثلا ب 1000، ال 1000 ده مش هيفت في بلوكايه واحده، صح كده؟ فهتروح مقسم ال 1000 حتتين، يعني اول حته 448، حته ثانيه 448، وما اعرفش بقى الحته الثالثه هتبقى كام، دي تقدر تبقى تحسبها. يعني هتتقسم ثلاث حتت، كل حته هيحصل لها هاشنج بيه الام دي 5، الحته دي 448 والسايز بتاعها مكتوب في الجزء ده. طيب ده كده باختصار حته ازاي بيقسم الام دي 5 البلين تكست اللي جاي له عشان يقدر يعمل هاشنج. ماشي. طيب نمسك بقى الراوند الواحده، او مش الراوند، الحته الواحده اللي بيحصل لها هاشنج دي، اللي هي 448 وهنا 64 بت على الشمال. طيب لو كانت المسج اللي داخله لي اقل من 448، ساعتها بعمل حاجه اسمها بادنج. البادنج ان انت بتضيف values على اليمين لحد ما تكمل ال 448 بت بلوك بتاعك. ايه الفاليوز بقى اللي بتضاف على اليمين دي؟ في الاول انت بتضيف 1، يعني مثلا اللي طلع مثلا السايز اللي جالك 400. ماشي. انا عايز دلوقتي اعمل ابند. هعمل ابند ازاي؟ هضيف على ال 400 مثلا، بعد ما حولناه مثلا للباينري كان اخره مثلا 001. ماشي. هعمل ايه؟ هضيف 1 في الاول كده بقى 401 بت، واقعد اضيف زيروز على اليمين لحد ما اكمل ال 448 بت وهكذا. يبقى اول ستيب انت بتضيف 1 لو هتعمل ابند، هتعمل او بادن، هتضيف 1 بعد كده تفضل بتكمل بزيروز. ماشي. ده لو في حاله البادن. لو مش هتستعمل بادنج، لو متظبطه معاك ان انت مش هتستعمل بادنج، خلاص مش شرط ان انت تعمل باد، بس ان انت هنا، انت هنا بتهيئ البلوكايه للالجوريزم ذات نفسه. يعني انت بتهيئ في الحته دي، انا خلاص لسه بخش على الام دي 5، انا بهيئ للهاشنج. طب وجزء اللينس بقى؟ جزء اللينس المفروض انت هتخزن فيه اللينس بتاع المسج. مثال يعني لو اللينس بتاع المسج مثلا في الحاله بتاعتنا اللي هو 400، هتحول مثلا 400 للباينري، يعني يكون الفاليوز اللي هتطلع بكام فاليو. طيب وبعد كده هتضيف فاليوز على اليمين، او سوري الفاليوز دي هتروح حاططها على اليمين، بعد كده هتفضل تضيف زيروز لحد ما تكمل ال 64 بت بتوعك. يعني مثلا ال 400 بت دول، سوري ال 400 دول لو انا هخزنها في ال 64 بت مثلا، يعني ال 400 كان عدد، او عدد البيتس اللي بتمثلها 400 مثلا يعني كان 50 بت، فانت هتعمل ايه؟ محتاج 14 بت كمان، يبقى انت هتضيف 14 زيرو على الشمال. كده انت بقت البلوكايه كلها على بعضها جاهزه، انت كده جهزتها، عملت اذا كنت عملت بادنج او لا ناحيه الشمال، وفي جزء البيت لينس حطيت اللينس بتاع المسج اللي جوه،
المسج اللي هي الاصليه، ولنفترض ان انت عايز تنكربت الكلمه مثلا، عايز تنكربت كلمه رامي او تعمل هاشنج لكلمه رامي، فانت بتبص على السايز بتاعها وهكذا. ماشي، ده بالنسبه ان انت تجهز البلوكيه للام دي 5. خلاص البلوكيه بقى دخلت للام دي 5، اللي هيحصل جوه الام دي 5، في عندك بقى فور ريجستر في الام دي 5. طيب ايه هم، ايه هم الاي والبي والسي والدي؟ يعني لو ده هنا الام دي 5، هو جواه اربعه ريجستر اللي هم الاي بي سي دي. تمام، كل واحد في دول هو عباره عن 32 بت، لو جمعتهم هيديني 128. طيب ال 128 دي ايه؟ اللي هو مجموعهم كلهم، مجموعهم مجموع ال 32 دول كلهم. هو بقى بيتكون من كام راوند؟ بيتكون من 4 راوندز، يعني دول كده 4 راوندز بالشكل ده. تمام ماشي كده، بالنسبه لنا 4 راوندز، ده بالنسبه لي اللي بيحصل جوه الام دي 5. الام دي 5 يبقى تاني، يبقى انا عندي 4 ريجسترز الاي والبي والسي والدي، كل واحد فيهم عباره عن 32 بت. اللي بيتكون من ايه الالجوريزم؟ بيتكون من 4 راوندز. طيب ايه اللي بيحصل في الفور راوند؟ خلينا نمسح ده. ده اللي بيحصل بقى فعليا، ان كل ستيب من دول بيخش لها كي. يعني انت كده معاك كام كي؟ 64 كي. ده بالنسبه لي لكل ستيب من دول اللي موجوده فين؟ موجوده في كل راوند. ماشي، بعد ما يخش بقى عدد الكيز ده على الستيبس دول، يخرج لي في الفاينل ريزلت بقى اللي هو الهاش بتاعي. طيب لو نفترض ان انت خلاص، انت احنا بنعمل الكلام ده لبلوكيه واحده. طب انا لو عندي الهاشنج لكذا بلوك، فالمفروض ان الاوت، خلينا نعمل كده، المفروض الاوت من الام دي 5 ده هيخش كانبوت للام دي 5 او المرحله الثانيه كانبوت، والبلوكيه الجديده هنا دي البلوكيه بتاعتي اللي هي البلوكيه الثانيه اللي المفروض اعمل عليها الام دي 5. يبقى الكلام ده هروح بقى مطبقه، مطبق هنا الهاشنج الجوريزم بتاعي بالهاشنج اللي قبلي للبلوكيه اللي قبلي بالبلوكيه اللي بعدي. تمام، ده لو كان بالنسبه لو انا قسمتها اكتر من بلوك. طيب خلاص انا ما قسمتهاش اكتر من بلوك، انا عايز اعمل ايه؟ انا خلاص عاوز اشوف اللي بيحصل جوه الراوندز. اول حاجه بقى ايه، تعال نرجع للسلايدز احسن. انا عندي بعمل ايه؟ انشلايز لي الفور ريجسترز بتوعي اللي هم مين؟ الاي والبي والسي والدي. طيب بيعملوا انشلايزيشن ازاي؟ الاي دي عباره عن 32 بت، يعني بتكون من 8 8 ارقام. تمام، اللي هو 0 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده البي هتكمل من وراها تبقى 8 9 10 اللي هي ايه، عشان شغال بقى خلاص هيكسا. بعد كده بي سي دي اف، بعد كده اف اي دي سي بي اي، برجع اكمل ايه؟ برجع اعكس اللي قبلي. يعني ايه؟ يعني انا هرجع اقول اف اي دي سي بي اي 9 8. بعد كده الدي بتاعتي دي عباره عن ايه؟ برده عكس ده اللي هو 7 6 5 4 3 2 1 0. طب انا كده في اول خطوه عملت انشاليزيشن للبفرز بتاعتي اللي هم الاي والبي والسي والدي اللي هم كل واحد فيهم 32 بت. تمام، بعد كده بقى ببتدي اقسم البلوكيه اللي هي كانت اصلا جالي اللي هي ال 512 بت. 512 بت بحاول اقسمها، بقسمها ايه؟ بقسمها برضو 32 بت. يعني انا بقسم البلوكيه اللي هي اصلا جايه لي لبلوكس اصغر، كل بلوكيه فيهم 32 بت. 512 على ال 32 اديك 16 على ما اعتقد، 16 اه. يبقى انت هتقسمها 16 بلوك. يبقى انت في الاول عملت انشاليزيشن للفور ريجسترز، بعد كده قسمت البلوكيه الكبيره بتاعتك اللي هي 512 ل 32 بلوك كل واحد، فهيديني 16 بلوكاي. ده يبقى كل بلوكاي 16 بت. نكمل. تمام، فهنا برضو هيكلمك اللي هو بيقول لك ان انت بتقسمه 512 بت بلوك، المفروض ان هنا الهاش بيخش له البلوكايه دي، وهنا بيخش انشاليزيشن فيكتور في الاول خالص. لو كان في بلوكات ثانيه خلاص يبقى الاوتبوت من الهاش فانكشن الاولانيه يخش انبوت للثانيه، وبعد كده بدخل عليها البلوكايه لحد ما اخلص كل البلوكات اللي عندي عشان اطلع ال 128 بت دايجست. ماشي، تعال نشوف بقى الراوند الواحده ايه اللي بيحصل فيها. تعال نعمل كده. تمام، بس هنشوف على مستوى بقى الاتريشن او البلوكايه الواحده اللي كان بيحصل. كنت بتقسمها ازاي؟ كنت بتقسمها هو 4 راوندز، ال 4 راوندز دول كل راوند فيها 16 ستيب،
يبقى انت عندك توتال 64 ستيب، ده كان على مستوى السنجل بلوك. ماشي، السنجل بلوك بقى هنا اللي حاصل، انت خلاص البلوكات قسمت، وقسمت البلوكس بتاعتك ل 16 بلوك، يعني 512 بيت بلوك قسمتها برضو. فانت عاوز ايه؟ لكل ستيب ليها اوت، صح كده؟ فهنا بس في رسمه بيقول لك، تعال نزوم كده يمكن عشان تكون متشافه، ان تي 1 ده كان الاوت بتاعها، تي 2 لحد التي بتاعت ال 64، يعني دي بتاعت الايتريشن رقم 64. ماشي؟ طيب محتاجين بقى نشوف اللي بيحصل جوه الايتريشن الواحده. فهو اللي ده اللي بيحصل فعليا في السنجل ستيب. ايه اللي بيحصل؟ انت لو تفتكر انت كنت مقسمها ايه؟ مقسمها اي بي سي دي، وكنت عامل لهم انيشاليز، وبعد ما عملت لهم انيشاليز كنت مقسم البلوكس بتاعتك. فانت بتدخل ايه؟ الاي اللي اصلا 32 بت. تعالى بقى نعمل هنا كده، الاي دي اصلا هنا 32 بت، تمام؟ البي هنا والسي والدي بتعمل عليهم فانكشن، الكلام ده بيخش اكس اورنج، ده برضو هنا 32 بتعمل لهم اكس اورنج مع بعض، يخش هنا كانبوت وتكرر نفس الفاليو. هنا نفس الكلام، تعمل اكس اور، هنا تعمل اكس اور، وهكذا تنزل تنزل تنزل. بعد كده تبدل الفاليوز بتاعت الشيفت او بتاعت الريجسترز بتاعتك، يعني الدي لو تفتكر تروح حاططها مكان الاي، الفاليو اللي خرجت من الاي هنا خلاص بعد ما عملت الاوبريشنز بتاعتي دي تتحط في الريجستر اللي هو بي. طيب البي خلاص بتروح تبقى في السي، والسي تروح تبقى في الدي. فهو انا بس بوريك الفاليوز بتاعت الريجسترز مش اكتر، تمام؟ فهو بعد ما عمل الاوبريشنز بتاعته وراح حط كل الفاليوز دي. طب ده على مستوى مين؟ ده على مستوى السنجل ستيب. انا عندي كام بقى ستيب؟ عندي 64 ستيب. دول كده الاي بي والسي والدي هيخشوا بقى يشوف نفس الحركات، نفس الحاجه بالظبط. يعني انت خلاص هنا انت على مستوى بقى ستيب 2. ستيب 2 ايه اللي هيحصل؟ دول الفاليوز اللي جايين من الستيب اللي قبله، اي بي سي دي هيعمل عليهم نفس الاوبريشن، البي والسي والدي هيعمل عليهم فانكشن، فانكشن دي تخش اكس وور، وهكذا تكرر نفس الستيبس، واروح مبدل الفاليوز، ودي يخش لي اللي بعد كده، وهكذا على مده 64 ستيب. خلصت ال 64 ستيب، الاوتبوت بتاعي هيبقى 128 بت بلوك. ده الاوتبوت من الهاشنج الجوريزم ذات نفسه. ماشي؟ ده كان بالنسبه لي السنجل ستيب. سوري. فالفاليوز بعد ما خلاص بعد ما عمل الاوبريشنز اللي فاتت دي طلع له ان الاي والبي والسي والدي دول مع بعض. بعد كده هيعمل لهم سورتد في شكل انديان فورمات، هيرتبهم كده بشكل معين ويضمهم مع بعض يطلع له ال 128 بت بتوي. تمام؟ انا عارف ان الالجوريزم رخم، حاول توقف الفيديو وتعيده كذا مره، وحاول تكتب الستبس يا ريت فور، الستبس طويله بس حبتين. تمام؟ وصلنا لاخر محاضره، بعتذر على طول يا شباب، ولو في اي سؤال يا ريت تفضل. شكرا.